أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ولقاء جديد من مطبخ منال العالم. حلقتنا اليوم حتبقى مميزة جدا، فيها أطباق لذيذة. حنبتدي الحلقة بالطبق الجانبي، حيبقى صنفك من الكوسة، صينية بالفرن. نشوف مع بعض المقادير. فطيرة الكوسة: نصف ملعقة صغيرة زعفران، كوب حليب، 6 حبة متوسطة كوسة، 3 حبة كبيرة بيض، 2 ملعقة كبيرة دقيق، ملعقة صغيرة أوريجانو، ملعقة صغيرة بهار مشكل، حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مفروم، حبة متوسطة فلفل أحمر حلو مفروم، 1.5 كوب جبن شيدر، 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة ملح، رشة صغيرة فلفل أسود. أعزائي المشاهدين، الطبق اللي حنعمله اليوم طبق كوسة لطيف. الكوسة دائما وصفاتها محدودة، فأنا بحاول دائما نخلي أفكار أكتر وأجدد للخضروات عشان ندخلها في أصنافنا. فإحنا اليوم طبقنا لطيف، الكل حيحبه كبار وصغار، وطريقة تقديمه برضو فيها تنوع كتير، بعطيكي أفكار حلوة. خلينا نتكلم عن الكوسة الأول. يفضل في هذه الوصفة أنك تستعمل كوسة كبيرة. نبتدي وصفتنا بتجهيز طبق، لأنه هي طبعا على طول هتدخل الفرن. بسخن الفرن على درجة حرارة 170 وبجهز طبق فرن. أي طبق فرن بتحسي أنت مناسب حابة تستعملي لهذه الوصفة بتقدري تخليه جنبك بالشكل هذا. إحنا عنا اليوم الكوسة زي ما قلنا، عنا فلفل أخضر حلو وفلفل أحمر، هنخليهم على جنب. نبتدي بتجهيز الكوسة، بس أني مجرد أشيل الجزء العلوي، نتخلص من هذا الجزء إذا حبينا فقط هذه القطعة الصغيرة. طبعا الكوسة نكون غسلينها كويس قبل بوقت. خليني بس أحطهم هيك على جانب، وإذا عليها أي أجزاء سوداء ممكن إحنا نتخلص منها. وعايزة أقولكم ملاحظة كمان صغيرة، إنه إحنا هون المقدار عنا تقريبي. دائما أصناف الخضروات بنكون شوي مرنين بالتحديد الكمية، لأنها مور أور لسه ما بنقول مش كل المقادير بتبقى بالضبط بالملي. فأنا بعطيكم أفكار وإنتوا خلوا بالكم باختيار الشيء المناسب. حبتدي أشغل وأقطع الكوسة إلى شرائح. يبقى احنا الكوسة عندنا اصبحت جاهزة. الموضوع كتير بسيط. طبعا اذا مش موجود عندك محضرة الطعام، ممكن ببساطة تقطعيها بالسكين. الكوسة ما بتاخد ابدا وقت في الشغل، ورقيقة يعني خفيفة، ما بتاخدش بدهاش منها مجهود كبير. هنبتدي نجهز المكونات الثانية. احنا هنحتاج طبق، ممكن ناخد هيك طبق، ونحتاج حليب. الحليب هحط معاه شوية زعفران، أسيبه لحوالي دقيقة لغاية بس ما يتلون عندي الحليب بالزعفران ويبقى هيك سوفت شوي. هخليه على جنب وأبتدي هون أجهز البيض. أنا هحتاج 3 بيضات، وأرجوكم برجع بقول الملاحظة اللي ذكرتها قبل شوي، إنه تحديد الكميات على حسب ما بتشوفوا، لأنه الخضروات بتختلف في الأحجام. من 3-4 بيضات بمشي الحال، 6 حبات 7 حبات كوسة ما في مشكلة، أنها حسب ما بتشوفوا مناسب عندكم. هأكسر البيض. الحلو في الأطباق هذه أنه ممكن ست البيض تعملها قبل بوقت وتحطيها بالتلاجة لتاني يوم لتالت يوم، ما بسلهاش أبدا أي شيء. ممكن أسخنها وبتبقى لطيفة حتى لوجبة عشاء، مش شرط أنها طبق جانبي في وجبة الغداء، بالعكس بالعشاء بتبقى كتير مناسبة لأنها حتى خفيفة. الكوسة بحد ذاتها من الخضروات الخفيفة وهضمها بيبقى كتير بسيط. هلأ أنا عندي البيض، حضيف البهارات. ممكن ننوع بالبهار على حسب ما بتحبوا. إذا مش موجود عندكم الأوريجانو أو الريحان، ممكن تستعملوا كزبرة ناعمة تطحنوها ناعم شوي، ممكن بقدونس تفرموه ناعم شوي، بتقدروا تنوعوا. ما بدنا نكتر ملح لأنه أنا عندي هون جبن شيدر مضاف له ملح، فأرجو أنكم تكونوا منتبهين للمعلومة هذه. هحتاج بيكنج باودر
هذه كل مكونات أنا عم بحطها على البيض. مقدار من الطحين، برضو مقدار الطحين هذا تقريبي لأنه على حسب ما بتأخذ معانا طبعا حجم حبة الكوسة اللي عم نستعملها. هالمكونات مجرد أني أنا حخفقها بالمضرب، المكونات حأخفقها مع بعضها بالمضرب بالشكل هذا، خفق بسيط يعني مجرد ما تختلط عندي بالطريقة هاي. حضيف شوية فلفل أسود لأن أنا نسيت أضيف الفلفل. أخفق لغاية ما يختلط عندي الخليط كويس. هلأ إيش أنا حعمل؟ هاخد مقدار نصف كمية الشيدر تقريبا، أنا عندي هون جبن شيدر مبروش، هضيفه مع خليط البيض، أقلب لغاية ما يختلط هيك مع بعضه. هيك هالخليط هذا أصبح عندي هلأ جاهز، وأبتدي أجهز المكونات تاعتي هيك تبقى مرتبة قدامي عشان أعرف كيف بدي أشتغل فيها. نشيل كل الأشياء اللي مش عايزينها، الكوسة تبقى عندي جاهزة، والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والجبن الشيدر برضك أنا حستعمله. هبتدي هلأ أخذ الحليب، هضيفه الحليب. أخذتوا بالكم كيف ابتدى يأخذ اللون الأصفر من الزعفران؟ خليني أرجع أقلبه تاني. اختلط كويس هاي كل المكونات. ببتدي باخذ بعض شرائح الكوسه. ما تغلبوش حالكم كتير في الترتيب، بس هي الفكره اني انا بدي افكفكهم شوي عن بعض عشان اتاكد انه كلهم اتشربوا بخليط البيض والحليب بالطريقه هاي. بوزع عليهم شوي من الفلفل الاحمر والاخضر بالطريقه، وشوي من جبن الشيدر، واصب شوي من خليط البيض. هكرر الخطوة مرة تانية، يعني على حسب حجم الطبق اللي عندك وستايل الطبق، إذا كان واسع غميق بتقدروا تغيروا بالترتيب على حسب ما بتشوفوا مناسب. بس أحاول زي ما بتشوفوني عم بفكك حبات الشرائح، أقصد الكوسة قدر الإمكان بالطريقة هذه. برضو بعض الفلفلة الحمراء والخضراء بنفس الشكل. إذا مش موجود عندنا فلفلة حمراء وخضراء ممكن نستعمل برضو الفلفلة الصفراء، نبدل ما بين هالأنواع. رشة من الجبن الشدر، وبرضو بنوزع قليل من خليط الحليب مع البيض زي ما شفتوا خطوة خطوة. إن شاء الله ابتدت تتضح عندكم جمال هالطبق وكيف حيبقى فعلا شكله بالآخر لطيف. برضو حوزع شرائح الكوسة بهالطريقة. خلينا أمسكها بإيدي أسهل لي. إذا عم نعمله على شكل أطباق فردية طبعا بكون عاملة حسابي أنه أطباق كل شخص حياخد طبق، وبنفس الوقت أكون عاملة حسابي أنه الفرن يكفي الأطباق الفردية لأنه بتحتاج بيني وبينكم مساحة أكتر في الشغل. إذا عندكم مجال بدكم تعملوا إشي هيك مميز شوي بقدر أستعمل الأطباق الفردية أو طبق فرن بهذا الشكل. يبقى إحنا خلصنا هلأ شرائح الكوسة كلها بهالطريقة. هكمل برضو شرائح أو الفلفل الأخضر المفروم، بقيت الفلفل الأحمر، قليل من جبن الشدر، وتاني حوزع بقية خليط البيض والحليب. هلا جبن الشدر اللي ضايل عندي برجع تاني بغطي كل الطبق هذا بالطبقة يعني وفيرة غنية هيك، لأنه هذا اللي عم بيعطيني الطعم. وطبقنا أصبح هلا جاهز إنه يدخل الفرن على درجة حرارة 180 زي ما ذكرنا. باخذ حوالي 20 لـ25 دقيقة، بس يفضل اني انا اغطيه. اذا كان في عندي غطاء للصينيه او طبق الفرن ممكن استعمله، او اذا حبيته بورق الالمنيوم فويل بدخله الفرن. بعد مرور 20 دقيقه بشيل الورق
وبخليه هيك يتحمر تحميرة خفيفة. زي ما احنا ذكرنا قبل شوي الكوسة ما بتاخذ وقت في الطبخ، ووجود البيض حيعطينا قوام متماسك هيك مع بعضه. ممكن اذا حبيتوا كمان طبق زي هذا بعد ما يبرد تجيبوا الطعم دورة وتقطعوه على شكل دوائر وتقدموه، اذا كان فيه هيك تقديم مميز شوي بتقدروا تستعملوا هذه الاصناف لتقديم طبق جانبي شيك وبنفس الوقت طعمه كتير لذيذ. نشوف مع بعض طريقة تقديم الطبق. قطعنا الكوسة إلى شرائح، خلطنا الحليب مع الزعفران وأضفنا إلى البيض مع البهارات ونصف كمية جبن الشيدر. في طبق الفرن حطينا شرائح الكوسة مع الفلفل الأحمر والأخضر، ويتخللها طبقات من جبن الشيدر وطبقات من خليط الحليب. وزعنا جبن الشيدر على سطح الطبق ودخلناه الفرن. فطيرة الكوسة: نصف ملعقة صغيرة زعفران، كوب حليب، 6 حبة متوسطة كوسة، 3 حبة كبيرة بيض، 2 ملعقة كبيرة دقيق، ملعقة صغيرة أوريجانو، ملعقة صغيرة بهار مشكل، حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مفروم، حبة متوسطة فلفل أحمر حلو مفروم، 1.5 كوب جبن شيدر، 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة ملح، رشة صغيرة فلفل أسود.